فوز ده بهدفين النهارده بعد ما اتاخر بدري جدا بهدف المغربي ايوب مشارك. ايوب مشارك لاعب الحرس، ده كان في الدقيقه 7، بيعوض اسوان بثنائيه جلال زي ما قلنا في الدقيقتين 51 و66. بكده هدف اسوان الثاني يمكن اثار اعتراضات زي ما حضراتكم شفتوا من حرس الحدود من الفرقه، ويمكن كانوا هيسيبوا الملعب، ملعب اتحاد الشرطه، بسبب مطالبتهم انه يعني او مطالبتهم انه الجون دوت مش صحيح بعدم صحته، يعني صحه الركنيه دي. كان في اختلاف ان مش ضربه ركنيه، وان الضربه الركنيه دي بعد ما اتلعبت جه منها الهدف. كان في انت كان شفت الماتش؟ انا شفت المباراه، وكانت مباراه يعني زي ما انت قلتي، عوده اسوان في الشوط الثاني كانت رائعه. الجون الثاني زي ما انت قلتي يا سهام، كان في ضربه ركنيه كان فيها خلاف شويه واعتراضات من لاعبي حرس الحدود انها مش ضربه ركنيه. الضربه الركنيه اتلعبت جه منها الهدف الثاني، وكان في يعني تقدري تقولي بقى انفجار واعتراض كبير جدا جدا من اللعيبه ومن الجهاز الفني. الكابتن طارق، لان في صراع على العقود بشكل غريب طبعا جدا. كل نقطه وكل نقطه بتبقى محسوبه، لكن المباراه توقفت اكتر من 11 12 دقيقه، وكان بعض اللعيبه بيطالب الحكم ان لا لازم يبص في الفار، والحكم كان مصمم على رايه لان ما جالوش حاجه من الفار. يعني اعتقد لو كان تقنيه الفار ندهت للحكم وقالت له ممكن نعيد اللقطه كان راح وشافها، لكن كان في جدل. والكابتن طارق العشري قال للفرقه يلا مش هنكمل المباراه. كان في يعني زي ما انت بتقولي النقطه طبعا لحرس الحدود، حتى لو نقطه التعادل كان ممكن تديهم بارقه امل شويه، لكن انا بقدر ده كان طبعا الموقف صعب ده. الموقف صعب، لكن زي ما بقول لك كانت مباراه حماسيه جدا. من مباراه اكنها مباراه نهائي، وده فعلا كانت مباراه نهائي. بقدر الغضب ده مع طبعا تحفظي على ان المباراه يعني التوقف يطول قوي كده، لان انت لعبت 101 دقيقه تقريبا. غضبك طبعا وارد، وان انت بتصارع النهارده الصراع بقى على الهبوط. انت النهارده بعد نادي مصر وطنطا، نادي مصر وطنطا خلاص ونادي مصر. فيعني كانت مباراه كبيره جدا، مباراه حماسيه جدا. ويمكن معانا الكابتن احمد كشري طبعا المدير الفني لفريق اسوان. كابتن احمد بنقول لك الف مبروك ومنورنا في البيت الكبير، وشنا حلو عليك يا كابتن لما يكون موجود معانا. يعني طبعا مبروك يا كابتن، نجم كبير ومدرب كبير، يعني بنتعلم منك يا كابتن هاني، ربنا يخليك. لا الف مبروك، وشكو حلو علينا طبعا، يا رب يخليك، ربنا يخليك كابتن هاني. لا طبعا كانت مباراه عصيبه، واحنا انا شفت المباراه خاصه في الشوط الثاني. خلينا احييك على الرجوع للمباراه. دايما المباراه اللي هي مباراة حساسة بتحدد المراكز بشكل كبير جدا، وتأخرك بهدف وبعدين الشوط الثاني بترجع وبواحد واحد واتنين واحد. فأعتقد رجوع للمباراة أولا ده كان حاجة مميزة جدا، لكن كمان الغضب والمباراة خدت منحنى بعد طبعا الهدف الثاني واعتراضات كتيرة جدا جدا. قابلت ده ازاي يا كابتن وانت موجود في الملعب؟ انا كنت شايفك كنت بتحاول تهدي اللعيبة شوية، يعني عديت بال 11 دقيقة دي ازاي يعني؟ والله يا كابتن هاني طبعا، يعني انا بعد طبعا جابوا جول في اول لقاء، ودي صعبه جدا. فرقه حرس الحدود بتلعب كوره يعني مختلفه عن الفرق كلها، يعني بتلعب كوره طويله واوتات كتير، يعني اسلوب صعب ان اي فرقه ان هي تلعب معاهم. لكن الحمد لله احنا كنا شغالين على كل اللي بيعملوه فريق الحرس، اتفرجنا عليهم كتير. ولما دخل فينا جون بين الشوطين انا هديت اللعيبه جدا، قلت لهم ايه وانا عندي يقين هنكسب، هنرجع في المباراة وهنكسب. احنا افضل نلعب بس كورتنا، ما نندرجش ورا الكورة بتاعتهم، ما نلعبش كورة طويلة عمال على بطال. احنا نمسك نص الملعب، وعملت تغيير الحمد لله فرقت معايا كتير جدا. نزلت صغيري مكان احمد عامر، مسك نص الملعب وكان هو مفتاح اللعب مع محمد مرسي. استغلنا على الكور الاختراقات من العمق، ابراهيم جلال وعبد المجيد، والحمد لله بفضل الله. حتى يعني التغييرات يمكن حضرتك شفت، انا كنت بلاعب اسماعيل، محمد اسماعيل، تغييرات موفقه جدا طبعا. حتى من جوه الملعب عملت تغيير الحمد لله، يعني من اهم التغييرات اللي انا عملتها، طلعت اسماعيل في قلب الملعب رغم ان هو ترتيبات كان هو مميز جدا، عنده انطلاقات كبيره، عنده سرعات كويسه وعنده قوه فعلا، وراح انفراديين بكل سهوله ان هو راجع من اصابه. يمكن ده الماتش يعني الوحيد اللي بدأ بعد الاصابه، فطبعا النفس ما ساعدوش شويه. الحمد لله مسكنا نص الملعب وكنا متاخر وضيعنا فرص انفرادات. لا الحمد لله انا بشكر طبعا لعيبتي رجاله النهارده جدا جدا، وطول الدوري والله العظيم يا كابتن هاني، يعني الحمد لله. حتى المباراه اللي بنخسر فيها بنخسر
لازم تخرج تشيل بينا، لان بيبقى ظروف خارجه. تخيل احنا بنلعب اربع مباريات الاخرانيه بره ملعبنا، بلعب مع الزمالك ماتش في ملعبي، بلعبه بره ملعبي، بلعب بعديها مع الجونه في الجونه، بلعب مع المصري في برج العرب، بلعب مع وادي دجله في وادي دجله. يعني مباراة صعبه، ما حدش يقدر يستحمل المباريات دي. انت يا كابتن احمد عانيت الموسم ده وقابلت صعوبات كتيره جدا، وحاسه ان ده حتى جزء من بكاك امبارح، مش ان انت بس صعدت او سبت الصراع مشتعل يعني في القاع تحت، بس انت النهارده بكاك ده يعني دموعك دي انا شفتها يعني كانت نتاج الصعوبات اللي عدت عليك تحديدا انت في الموسم ده كله. والله كلامك مظبوط. انا يمكن كان ليا تجربه قبل كده مع النصر السعودي، سبت الفريق بعد ما لعب 23 مباراه ما كانش عنده ولا حوالي 6 بونت يعني نزل رسمي. كسبنا فرق كتيره، كسبت وادي دجله وبتروجيت والداخليه والمقاولين والجيش، وفي الاخر وقفت معانا على بونت. فما كنتش عايز اعيد التجربه تاني. فالتجربه دي كنت خايف من ده يا كابتن احمد انه يحصل تاني؟ كنت خايف من السيناريو؟ كنت بتفكر بالسيناريو ده؟ جدا، وكنت مضغوط للموقف ده، وكنت مش عايز اعيد التجربه تاني. عملنا كل حاجه مع التعديل ونزلنا ممكن بخطا بقى في مباراه مش موفقين، اخطاء ممكن تكون خارجه عن ارادتنا، فده كان ضاغطني بعد ماتش الزمالك. يمكن انا كنت عصبي شويه بعد مباراه الزمالك، مش عايزين نخش في ان احنا يبقى في مباراه فاصله بيننا وبين الفريق هيجوا علينا، لان احنا الحلقه الاضعف في الدوري. لا احنا امكانياتنا زي الفرق اللي موجوده، ولا عندنا الخبرات، واللعيبه هلكت طبعا، بنلعب بره ملعبنا كل مباراتنا كابتن هاني، احنا بره اسوار طبيعي صعب قوي ملعبنا، وعندي اصابات كبيره. يعني بعد ماتش الزمالك السيرت باكين اللي عندي اتصابوا، واحد في الكتف والثاني عنده ضمه تعبانه ما لعبش خالص، فلاعب بكره في ماتش بيتصاب بان هو اللي بيلعب ما فيش غيره اتصاب، لعبت سولومون رجعت سولومون الديفندر. يعني عارف بتعمل يعني كل حاجه عشان هو الشغل. هو ده اللي انت قلته لهم بين الشوطين لما كانوا مستعجلين في الشوط الاول؟ ده اللي انت كنت بتقوله لهم؟ قلت لهم بين الشوطين، قلت لهم والله العظيم هنكسب، انا عندي يقين كبير بس نلعب كوره. عملت بصمتك يعني؟ والله هم اللعيبه الحمد لله بفضل الله في قناعات بينا وبين بعضينا. يعني انا مش عايز اقول لك، الكابتن هاني يقول لك يعني الخبرات احيانا والمواقف بتبقى ايه اريا المباراه واريا السيناريو عليها المباراه. لما بتشرحي لي اللعيبه وبتتنفذ وبتكتبي دي، بتلاقي اللعيبه عندها قناعات اكثر، يعني بيبقى في انصات للكلام بتاعك. فانا قلت لهم هنكسب الشوط الثاني، هنسجل هنبقى يعني احسن، بس نهدى مش مشكله، انا عندي ثقه كبيره فيكم. تغيير في نص الملعب، عملت سكن نص الملعب فرق معايا كتير. اللعيبه بتوعنا رحنا الشوط الثاني شفتوا انفرادات، ويعني يعني كنا نقدر نعزز كمان الهدفين. فالحمد لله طبعا كل ده يعني برضه توفيق ربنا، ده قبل اي حاجه. فانا بحمد ربنا جدا 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 على لا وانت تستاهل من الضحيه الثالثه يا كابتن كشري. لا هو يعني هو يستاهل من الضحيه الثالثه اللي انت سبتها النهارده بقى. مش عارفين حظها ايه. مين ايه اللي معلش تاني سام معلش ايه؟ الصراع مشتعل النهارده على الضحيه الثالثه، فانت النهارده يعني خلاص نفدت كده. والله طبعا صعبت كمان الامور جدا. طبعا حرس الحدود بقت الامور صعبه جدا جدا بالنسبه له، يمكن الدنيا عليها يا كابتن. طبعا انا شفت كمان وعنده ماتشين لازم يكسبهم، لازم صحيح ثانيه عنده مباراتين يعني الفرق الثانيه تقع وهو يكسب. صح. يعني يا كابتن هاني السنه دي اول مره في تاريخ اسوان تكسب من الزمالك، اول مره في تاريخ اسوان تكسب الانتاج الحربي، اول مره في تاريخ اسوان تكسب المقاولين العرب، اول مره اسوان ياخد اربع ماتشات ورا بعض، اعلى معدل تهديف تاريخ اسوان. مظبوط. يعني كل ده يحسب لله. لا كمان يا كابتن احمد ان الفكره انك بتطلع من يعني الفريق طالع من الممتاز به، وانه بيحقق النجاحات والاداء دوت بعد كمان يعني اكيد انت بعد الكابتن مجدي عبد العاطي كملت بعديه، لكن هذا الاداء وهذا التطور في الاداء في ظروف صعبه جدا مع امكانيات ضعيفه جدا، مع انت ملعبك انا عارف ملعب الشرطه ملعب اصلا صعب انك تلعب عليه، ملعب ضيق جدا وصغير، فكمان انك تعمل شكل فني جوه ملعب صغير زي ده بيكون عنده كمان صعوبه فنيه. فعايز احييك اتفضل. لا عايز احييك فعلا على كل اللي بقوله دوت وبالنتائج، والناس كانت حتى انت لما كنت بتتغلب ماتش او بتخسر ماتش الاداء بيكون حتى الاداء بيطلع بشكل جيد. احنا خسرنا من بيراميدز يا كابتن هاني 2-1 في اخر ثانيه 2-1، واحنا كان لينا ضربه جزاء مصر كلها ضربه جزاء، لو كانت جت كنا كسبنا.
86 دقيقة. خلاص بقى كابتن احمد مبروك يعني، خلاص مبروك. لا يعني افرح بقى، يتكلم يا كابتن. لا انا عايزه يفرح، انا عايزه يفرح. كل واحد بيحب يتكلم عن بطولاته دي. لا هو يعني، وعلى فكره ده فرق اكيد، ده اكيد فارق في مشوارك يعني، اكيد تجربه اسوان بالنسبه لك دي فارقه جدا بالنسبه في مشوارك. طبعا طبعا طبعا. بصي انا اقول لك، هكلمك بامانه، الفرق اللي مسكتها كانت صعبه. انا مسكت في اول طريقي طبعا في ناشئين النادي الاهلي، وبعدين اتدربت منتخب جيبوتي وانا عندي حوالي اقل من 36 سنه في الطاقه، مدير فني المنتخب على مستوى العالم. عملنا نتائج كثيره، كسبت زامبيا، كسبت السودان في بطوله اسمها الكاف، كسبت كينيا. يعني منتخب كابتن هاني بيقول لك يعني جيبوتي في الكوره بعيده جدا. يعني الحمد لله ليا تجارب صعبه في الامكانيه دي مخلياني الحمد لله يعني جاني خبرات مع الفرق دي اكتر، ازاي اعرف اتعامل، ازاي اعرف اجمع الزوم. والله طبعا التوفيق بتاع ربنا في اي حاجه طبعا. صحيح. لكن صحيح. انا بشكر لعيبتي صراحة، رجاله كابتن هاني جدا. عايز اقول لك واضح في الملعب النهارده الكوره ما بقتش اللاعب المهاري النهارده في مصر، مين اللاعب المهاري اللي يقدر يعطي الواحد الفروقات بقت قليله قوي يا كابتن احمد، الفروقات قليله وساعات ساعات الروح والاراده والعزيمه بتعوض جزء من الجزء الفني. اكيد ينور عليك، كنت مدرب كبير وعارف الكلام ده طبعا. انا شغال مع اللعيبه على التنظيم ومع الروح ومع الاصرار في المباراه وعلى اليقين ان هم فرقه محترمه. انت برضه اللعيب يبقى مقتنع ان انتوا فرقه كوره وفرقه محترمه وبتادوا اللي بتعمله في التمرين او اللي بتنفذه في المباريات، لا الامور بتختلف. يعني بنبارك لك يا كابتن احمد مره ثانيه، وبنشكرك والتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. الف مبروك ليك ولشعب اسوان. يبارك للاهلي بكل توفيق يا باذن الله يا رب. والمستوى يعني انا مبسوط كمان من المستوى والاداء اللي اتظهر عليه الفريق مع مسلمان. صحيح. يعني هو ده شكل النادي الاهلي، والراجل بدا يحط ايده على الخيوط. مظبوط. يعني دي طبعا النادي الاهلي يعني نادينا، نتمنى ان شاء الله ان احنا نحتفل ببطولة افريقيا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد كشري المدير الفني لاسوان، مبروك بقاء اسوان في الدوري، ومبروك لكل شعب اسوان بقائهم في الدوري الممتاز السنه اللي جايه. مبسوط طبعا. مبسوط اكيد. مبسوط. تحدي كبير جدا وفرحه كبيره ومجهود كبير جدا اتعمل، وهو كان كان بيعمل سيناريو ممكن بيأدي كويس، لكن المباراه ديت فرقت معاه جدا، لان ممكن المباراه لو اتعادل النهارده وبعدين عنده مباراه صعبه المباراه اللي جايه، فيبدا يفكر السيناريو ممكن جدا. فكل دوت طبعا كل ده ضغوط كبيره جدا على المدرب، فلكن احمد يستحق. بصمته واضحه بغير بصمه اللاعبين طبعا. لا كان لازم يشيد بيها، بس هو برضه بصمته واضحه. احمد كشري ابن النادي الاهلي البار.